بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجدد اللقاء بكم في الفيديو 17 من مادة لغتي اللغة العربية، المدرسة العالمية الباكستانية بالطائف، طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي، بنين وبنات. نبدأ درسنا لهذا اليوم. افتحوا الكتاب صفحة 139. الدرس الثاني، الأقمار الصناعية. اكتبوا عليه واجب في الدفتر. اجتمعت الأسرة لتشاهد بثا مباشرا ليوم عرفة. اقروا معايا. فسألت دانية والدها قائلة: يا أبي، كيف تنقل صورة التلفاز من مكان إلى آخر؟ الوالد: تنقل عن طريق الأقمار الصناعية يا ابنتي. دانية: وما الأقمار الصناعية؟ الوالد: الأقمار الصناعية هي أجسام تدور في الفضاء الخارجي حول الأرض، وقد صنعها الإنسان لأداء مهمات كثيرة. دانية: وما هذه المهمات يا أبي؟ الوالد: هناك كثير من المهمات لهذه الأقمار يا ابنتي، فبعضها يستخدم لمعرفة حالة الطقس، وبعضها يستخدم للاتصالات كالهواتف المحمولة، وبعضها افتحوا لبعض صفحة 140. اكتب عليه واجب في الدفتر، مو مشكلة، يومين، ثلاثة، أربع أيام، خمسة أيام، أسبوع. 140. يستخدم لنقل البث التلفازي المباشر. دانية: ولماذا سميت بالأقمار يا أبي؟ الوالد: سميت بالأقمار لأنها تشبه القمر في دورانه حول الأرض. دانية: شكرا يا أبي، فقد تعلمت اليوم شيئا جديدا، وسأبحث في مكتبة المدرسة عن مزيد من المعلومات حول الأقمار الصناعية. الوالد: ويمكنك الرجوع إلى موقع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعرفة إنجازات المملكة العربية السعودية في مجال الأقمار الصناعية. نيجي للأسئلة صفحة 141. الفهم والاستيعاب. أولا أجيب. واحد، أجيب شفهيا عن الأسئلة الآتية. شفهيا، السؤال الأول المكون من 7 فقرات. اللي يكتب يكتب، اللي ما يكتب ما عنده أي مشكلة. واحد، لماذا اجتمعت الأسرة؟ كتبت واحد عشان الجواب. لتشاهد بثا مباشرا ليوم عرفة. كتبت. اثنين، ما الأقمار الصناعية؟ اثنين، هي أجسام تدور في الفضاء الخارجي حول الأرض، وقد صنعها الإنسان لأداء مهمات كثيرة. ثلاثة، ما فائدة الأقمار الصناعية؟ الجواب فوق. ثلاثة، تستخدم لمعرفة حالة الطقس والاتصالات كالهاتف النقال والبث التلفزيوني المباشر. أربعة، لماذا سميت الأقمار الصناعية بهذا الاسم؟ الجواب أمام السؤال. أربعة، لأنها أجسام تدور في الفضاء الخارجي حول الأرض. خمسة، لماذا لا نرى الأقمار الصناعية بعيوننا؟ خمسة، شوف الجواب، روحوا مع السهم. خمسة، لأنها تشبه القمر في دوران حول الأرض. ستة، أقارن بين القمر الطبيعي والقمر الصناعي. ستة، الجواب، روحوا مع السهم. القمر الطبيعي صنع الله، والقمر الصناعي صنع الإنسان. سبعة، ماذا لو تعطلت الأقمار الصناعية التي تدور في الفضاء؟ روحوا مع السهم. هنا سبعة، هنا سبعة، معلش كتب ثمانية. سبعة، لا تتعطل الاتصالات والبث التلفازي. نجي للتوصيل. ثانيا، أنمي لغتي. اثنين، أصل الكلمة بمعناها. الكلمة بثا معناته عرضا، وصله. الطقس حالة الجو، وصله. مهمات أعمال، وصله.
نجي لصفحة 142. ثلاثة، أبحث عن معنى كلمة الفضاء ثم أكتبه. الفضاء هو الفراغ الموجود بين الكواكب والنجوم. أربعة، أقرأ النص واستخرج منه ما يأتي. كلمة مفردها اتصال، اتصالات. كلمة جمعها الأسر، الأسرة. كلمة مؤنثها كثيرة، كثير. كلمة مذكرها صناعي، صناعية. كلمة ضدها قديم، جديد. كلمة معناها يرى، يشاهد. كتبت. خمسة، أكمل خريطة المفردة الآتية. جديد ضدها قديم. نوعها اسم، مرادفها حديث. الكلمة في جملة، قلم جديد أفضل من قلم قديم. نجي للصفحة اللي بعده، كل صفحة قراءة. صفحة 143. الأداء القرائي، أقرأ وألاحظ. واحد، أقرأ وألاحظ. الوالد تنقل عن طريق الأقمار الصناعية يا ابنتي. دانية، وما الأقمار الصناعية؟ الوالد، الأقمار الصناعية هي أجسام تدور في الفضاء الخارجي حول الأرض، وقد صنعها الإنسان لأداء مهمات كثيرة. اثنين، أقرأ قراءة معبرة. دانية، شكرا يا أبي، فقد تعلمت اليوم شيئا جديدا، وسأبحث في مكتبة المدرسة عن مزيد من المعلومات حول الأقمار الصناعية. نجي لصفحة 144. التراكيب اللغوية. أولا، أستخرج من النص. واحد، ثلاث كلمات تبدأ بأل شمسية، يعني نكتب الألف واللام، بس اللام ما نقراها، والحرف اللي بعد اللام يكون عليه شدة. التلفاز، فوق التاء شدة. الصناعية، فوق الصاد الشدة. التقنية، فوق التاء الشدة. اثنين، ثلاث كلمات تبدأ بالقمرية، يعني نكتب الألف واللام وننطقهما ونحط فوق اللام سكون. القمر، فوق اللام سكون. الملك، فوق اللام سكون. الأرض، فوق اللام سكون. ثلاث كلمات مختومة بالتاء مربوطة. الصناعية، التقنية، الأسرة. أربعة، ثلاث كلمات تحوي مدا بالألف. التلفاز، الصناعية، مجال. خمسة، ثلاث كلمات تحوي مدا بالواو. للعلوم، المعلومات، الرجوع. ستة، ثلاث كلمات تحوي مدا بالألف. كثيرا، جديدا، مزيد. سبعة، ثلاث كلمات تحوي حرفا مضاعفا. بثا، الصناعية، الخارجي. ثانيا، أكمل. واحد، أكمل الجملة الآتية بكلمات تحوي مدا بالألف. اجتمعت الأسرة لتشاهد بثا مباشرا ليوم عرفة. اثنين، أكمل الجملة الآتية بكلمات تنتهي بها. سميت بالأقمار لأنها تشبه القمر في دورانه حول الأرض. نجي لصفحة 145. ثلاثة، أكمل ما يأتي بكلمات مختومة بتنوين فتح على نمط المثال الأول. بثا، قطعا، منعا، سحبا، ضربا. أربعة، أكمل ما يأتي بكلمات مختومة بتنوين كسر على نمط المثال الأول. مهمات، مشكلات، حط تحت التاء كسرتين. صعوبات، حط تحت التاء كسرتين. تحديات، حط تحت التاء كسرتين. اقتراحات، حط تحت التاء كسرتين في الأخير. ثالثا، أكتب. واحد، أكتب الجمل الآتية مضبوطة بالشكل، إملاء منسوخ. اجتمعت الأسرة لتشاهد بثا مباشرا ليوم عرفة، فسألت دانية والدها قائلة: يا أبي، كيف تنقل صور التلفاز من مكان إلى آخر؟ الوالد تنقل عن طريق الأقمار الصناعية يا ابنتي. تكتبون تحت إملاء منسوخ زي ما نعرف، تحفظون الكلمة، تغطون على الكلمة، تكتبونها غيب إلى نهاية الجمل. 146. اثنين، ألاحظ الجمل الآتية ثم أكتبها في دفتر إملاء من معلمي. إملاء منظور. دانية، شكرا يا أبي، فقد تعلمت اليوم شيئا جديدا، وسأبحث في مكتبة المدرسة عن مزيد من المعلومات حول الأقمار الصناعية. الوالد، ويمكنك الرجوع إلى موقع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعرفة إنجازات المملكة العربية السعودية في مجال الأقمار الصناعية. إملاء في الدفتر مع الأسرة. ثلاثة، عن الإملاء. رابعا، أستخدم. أكتب ثلاث جمل بمحاكاة المثال الأول.
اجتمعت الأسرة إلا دانية، حضر الطلاب إلا محمدا، رأيت أصحابي إلا سعيدا، اجتمعت الطالبات إلا نورة. 147. خامسا، أحول الأفعال الآتية إلى اسم فاعل بمحاكاة المثال الأول. الفعل قال اسم الفاعل المذكر، قائل اسم الفاعل المؤنث قائلة، نام نائم نائمة، عام عائم عائمة، خاف خائف خائفة. فاعل مذكر، وهنا اسم فاعل مؤنث. سجلته. نجي للصفحة القبل أخيرة ناخذ لهذا اليوم. 148. أرسم بخط الجميل، أقرأ الجملة الآتية ثم أرسمها بخط النسخ مبتدئا من السطر الأخير. أطلقت المملكة العربية السعودية قمرين صناعيين لاستخدامهما في التنمية الوطنية. أكتب عليه واجب في الكتاب. تبدأون من السطر الأخير عشان ما تكررون الأغلاط. آخر صفحة نأخذ لهذا اليوم صفحة 149. التعبير، أعبر، أتأمل الصور الآتية ثم أكتب ثلاث جمل حولها. واحد، الصورة الأولى، شوفوا، نبغى نسجل عن الصورة الأولى. مشاهدة التلفاز عن قرب عادة سيئة. لاحظوا الصورة الثانية، تعالوا نكتب عن الصورة الثانية. مشاهدة التلفاز لفترات طويلة يضر العينين. لاحظوا آخر صورة، قد تؤدي العادات الخاطئة في مشاهدة التلفاز إلى اضطرار استخدام النظارات. إذن هذا ما لدينا لهذا اليوم. الحصة القادمة بنخلص الكتاب إن شاء الله، نبدأ من صفحة 150. لا تنسوا واجبات الكتاب ولا تنسوا واجبات الدفتر، ولازم تكملون الكتاب كاملة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.